يعني غادي تكون صعيبه اللي الخصم غادي يبغي يعطي فيها كل شيء باش يتوج باللقب، ولكن بتعليمات المدرب ان شاء الله والخدمه والثقه ديال اللاعبين والخبره ديالو ان شاء الله نعرفوا نجري المقابله اللي تخلينا اننا نحقوا اللقب ان شاء الله. طبيعه دعم اساسي للفرقه بطبيعه الحال الوزن ديال جبران والقيمه ديال يحيى جبران الكبيره بزاف اللي كتعاون الفريق في بحال هذه المقابلات، ولكن حنا عائله واحده اللاعبين كاملين عارفين شنو كيتسناهم، وكما قلت سابقا الوداد بما حاضر ان شاء الله. يحيى جبران.